السلام عليكم، صباح الخير لكم جميعا. السلام عليكم، تقبل الله طاعتكم. احنا قبل شوي صلينا الفجر. سبحان الله، جمال خلق الله سبحانه وتعالى، جمال خلق الله في موضوع كيف الضباب على أسطح العمارات، جميل جدا. حبيت بس أشارككم بهالمنظر المهيب. أنا شخصيا أحب الضباب. طبعا أنا ببثلكم من شرق كندا، من مقاطعة أونتاريو، بعد صلاة الفجر بشوي. سبحان الله، طلع كيف منظر الضباب على العمارات، لا إله إلا الله. حبيت أذكر تذكرة هيك سريعة جدا، خلينا نسميها بأهمية صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، حما أذكر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ورواية أخرى صحيحة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. والله يا أخوة يا أخوات، من أجمل ما تبتدئ به يومك وتشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة أنك تصلي الفجر في وقتها. والأربعة والأعلى طبعا بالنسبة للرجال تصلي جماعة، التوب الفوق يعني أنك تصلي في المسجد. لأي سبب ما قدرت تصلي في المسجد، أو بدك تحافظ على الجماعة في بيتك وتضمن تصحي أولادك وبناتك، وتعرف اللي عنده عائلة كبيرة، مسلسل التصحاية تبعت الفجر هاي بده بعض أحيان نصف ساعة إذا مش أكثر. anyway، المهم تصلي الجماعة الفجر في وقتها وتستشعر بلذة روعة هذا المكان، واللي بيقدر يطلع بعديها يمشي يا سلام. أجمل لحظة في 24 ساعة هي لحظات ما بعد الفجر بوجهة نظري أنا. أمتع وأجمل وألذ وأروع روحانية أنك بعد الفجر تطلع تسبح. كثير من الناس محرومين من، طبعا محرومين، ما حدش حرم، يعني هم مقصرين في 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 حق ذاتهم، بالذات العرب المسلمين اللي احنا فاهمين الصح وفاهمين الغلط، فاهمين لغة القرآن، فاهمين لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطينا هذه المعاني الرائعة جدا اللي بتريحك نفسيا وبتكسبك الأجر وتفتح لك أبواب من البركة والخير والتوفيق وتوزيع الأرزاق. وهذه هي الأشياء زي ما بيقولوا، كيف لذة الإيمان. لذة الإيمان، الإيمان لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، لكنه يعاش. ركزوا معي يا أخوة، لذة الإيمان، الإيمان نفسه ولذة الإيمان وعواقب الرائعة من الإيمان بالالتزام والطاعة، بقول لا تعطى ولا توهب ولا تورث ولا تؤخذ ولا تسرق، بل تعاش فقط. يعني ما حد بيقدر يسرق منك لذة إيمانك، ولا حد بيقدر يعطيك لذة إيمان، ولا حد بيقدر يبيعك. يعني أنت حتى لو كنت مالتي مليون تقدرش تشتري لذة إيمان، بدك تعيشها. وهو هنا ربنا سبحانه وتعالى فتح المجال للناس أنها تتفاوت في الأموال، خلاهم يتفاوتوا في موضوع قوة الجسم، عدد أفراد العشيرة، القدرات العقلية، ما يسمى بالآي كيو، مستوى درجة الذكاء، سمي اللي بدك إياه. فعلا جعلنا متفاوتين، مش زي بعض إحنا أبدا. وبنفس الوقت مكننا من أنه نعطي من هذه الأمور للناس. يعني أنت الآن لو عندك مال كثير بإمكانك تعطيني، لو أنا عندي مال كثير بإمكاني أعطيك. فأنت، أنا نظريا شخص ملتي ملياردير لو قرر يعطيك 5 مليون بلحظة، فأنت أصبحت مليونير. باختصار أنت بلحظة ممكن تصبح مليونير، واحد أعطاك ثروته فرق لسبب ما، ورثة يا سيدي. فبتصير، كنت ضعيف فقرر شخص يحميك فأعلن أنك أنت في حمايته، فأصبحت قويا، مهابا، ممنوعا، إلى آخره. لكن لو اجتمعت جيوش الأرض كلها وبدهم يعطوك ذرة إيمان، بدهم يعطوك لذة راحة نفسية متعلقة بالإيمان الروحي، ما بيقدروا، بيقدروش والله، لو أهل الكوكب كلهم اجتمعوا ما بيقدروا. لذلك ربنا الحكيم وزع الأمور اللي ما لها أهمية وخلانا نقدر يعني ناخذ ونعطي ونطلع نزل، لكن الأمور اللي لها أهمية أكثر عنده، بما معناه يعني على قولة الشيخ شعراوي الله يرحمني، قال لك إيه؟ قال لك دي ما تاخدهاش إلا بدراعك بقى.
اللي هو من ضمنها موضوعي اليوم، او هذا موضوع الهامش، هذا مش موضوعي الاساسي، اللي هو لذة الايمان الناتجة، لذة الفجر الناتجة عن صلاة الفجر جماعة، صلاة المغرب في وقتها ثم التسبيح. يا سلام كم الناس محرومون من لذة تحكي سبحان الله 33، الحمد لله 33، لا إله إلا الله، الله أكبر. متعة ولذة لا يعلمها إلا من جربها. لذلك نصيحة يا أخوي، طلع منظر الضباب، أنا مش بحب الضباب، بعشقه. أنا بالمناسبة إنسان شتوي، بحب فصل الشتاء كثير، وبحب المطر، وبحب الضباب. أنا بالنسبة لي هذا المنظر اللي شايفينه، هذا الضباب بيعطيني راحة وسعادة. فببساطة زي ما بعض الناس بحبوا منظر شو بيقولوا الشجر والشمس، أنا بحب منظر الشتاء والضباب. سبحان الله، عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. هاي بس هيك دردشة صباحية حبيت أسلم عليكم وأذكر نفسي وأذكركم جميعا بصلاة الفجر جماعة، تخليها جزء أساسي من حياتك. الله يكرمكم ويجزيكم الخير وتقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.